مشاهدينا الكرام، تشكيل فريق بيراميدز: كابتن حازم، المهدي سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر في غياب كل من رجب بكار واحمد توفيق، عبد الله بكري وعوده علي جبر مره اخرى لقلب الدفاع، ومحمد حمدي في الجبهه اليسرى، محمود حماده ونبيل دونجا، عوده عبد الله السعيد مره اخرى بجنبه محمد فاروق وابراهيم عادل وجون انطوي طبعا في هداف فريق بيراميدز، وطبعا دخل نادي المئة كافضل اجنبي. طبعا انا مدرب، قصدي لعيب هايل، راس حربه من احسن المهاجمين في مصر، لعيب بيعرف يجيب جون، بيعرف يشتغل مع اللعيبه مع المجموعه، احسن ناس بتلعب بدماغها في الدوري المصري، بيلعب برجليه كويس جدا، فاكيد واحد مهم يعني.